رسم بالحناء وأغاني وهازيش تراثية وشعبية أردنية وكذلك سعودية في حفل حناء رجوة خطيبة ولي العهد الأردني الذي أقيم في الديوان الملكي الهاشمي. بالفعل تفاعل واسع شهده الحفل عبر مواقع التواصل مع مشاركة الملكة رانيا العبد الله فرحتها ومع كلمتها الخاصة لكنتها رجوة. اليوم بنفرح بأحلى رجوة. ستكون إذن وقفتنا الإخبارية الأولى من الأردن مع سهى جميلة التي حضرت الحفل، لكن قبل الحديث مع سهى لنشاهد هذه المقاطع ومشاعر الفرح في العائلة الملكية. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين. آويها لبست الأبيض طي على طي. آويها طي سعودية وطي أردنية. جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى. عزة أنا بعرف أنا كنت بمحلك قبل شهرين وبعرف أنت كيف شعري، بس بدي أطمنك إنه رجوة بعيوننا وبعيون حسين وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.